خبر حلو، خبر كتير حلو. خبرنا الحلو لليوم بيقول علمياً الأطفال بيرثوا ذكائهم من الأم. توصلت دراسة جديدة إلى أنه جينات الأم تحدد مدى ذكاء أطفالها. بتشير نتائج الدراسة إلى أنه من المرجح أن تنقل الأمهات جينات الذكاء لأطفالهم لأنهم بيحملوا 2 من كروموسوم X، بينما يوجد لدى الرجال كروموسوم X1. كما يرجح العلماء حالياً أن الجينات للوظائف الإدراكية المتقدمة الموروثة من الأب ربما بيتم إبطال مفعولها تلقائياً. خبر حلو، خبر كتير حلو. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM. أحلى إذاعة يا مزاج.